تتعهد الحكومة بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية ومواصلة تحسين مستوى الخدمات وفقاً للأولويات الوطنية، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها. تمت ترجمة الاستجابة الحكومية بإطلاق حوار وجهد مكثف لدراسة واقع الأفراد والأسر الأردنية ضمن مؤشرات دقيقة لمستويات الدخل والإنفاق والخدمات. شمل الحوار العديد من الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين والأكاديميين، وتم البناء على جميع الخطط السابقة للحماية والتنمية الاجتماعية وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتي تمتد لست سنوات. وتهدف الحكومة من خلال الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة استخدام مواردها المتاحة لتوفير نظام حماية اجتماعية شامل وشفاف ومنصف يحد من الفقر في ثلاثة محاور: فرصة، ضمان سوق عمل عادل يركز على القطاع الخاص ويعتمد على ظروف عمل لائقة وتأمين اجتماعي. تمكين، تقديم خدمات أساسية شاملة وعالية الجودة بما في ذلك التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم. كرامة، تقديم مساعدات اجتماعية مستهدفة ومؤقتة للمواطنين الذين لا يستطيعون تحقيق الاكتفاء الذاتي. الاستراتيجية تمثل جهداً تشاركياً من حيث الرؤية والتنفيذ، إذ تشترك عدة وزارات في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن شموليتها وتنوعها، وهي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المالية، الطاقة والثروة المعدنية، التنمية الاجتماعية، النقل، التخطيط والتعاون الدولي، العمل، الصحة والزراعة. التشاركية بين الوزارات تضمن تقديم حزمة متعددة من أشكال الدعم والحماية عبر توحيد وتنسيق وتكامل الجهود وفق نهج مختلف يستهدف توجيه الإنفاق بشكل أكثر فعالية. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير منظومة حماية اجتماعية شاملة وشفافة وقابلة للقياس وللمساءلة، تعزيز الإنتاجية والاستقلالية الاقتصادية للأفراد، تقديم الخدمة التعليمية والرعاية الصحية الشاملة، تحقيق التكامل بين مختلف برامج الدعم والمساعدات والرعاية الاجتماعية. الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 إلى 2025. فرصة، كرامة، تمكين.